نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: غدا انطلاق قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية 24 و2000 لتتواصل حتى 6 من أوت المقبل. وزارة التربية تعلن بعد غد الثلاثاء عن القائمة النهائية للأساتذة النواب المرشحين للانتداب. وتعلن الترفيع في عدد التلاميذ الموجهين للإعداديات والمعهد النموذجية. البريد التونسي يحقق أرباحا صافية قياسية بعنوان سنة 23 و2000 بقيمة 170 مليون دينار. في غزة أكثر من 27 شهيدا في مجزرة جديدة نفذها الاحتلال الصهيوني على خيام النازحين في خان يونس. إلى التفاصيل. أهلا بكم. تشرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم غد الاثنين 29 من جوليا وإلى غاية يوم 6 من أوت القادم في قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية 24 و2000. الناطق الرسمي للهيئة محمد تليل المنصري أوضح أنه لا يسمح بدخول فضاء إيداع الترشحات إلا للترشح المتحصل على استمارة التزكية أو من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني. حسب الرزنامة اللي صادقت عليها هيئة الانتخابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، غدوة الحي إن شاء الله الاثنين 29 جويلية تنطلق بصفة رسمية فترة قبول الترشحات اللي تتواصل إلى غاية يوم 6 أوت. العملية هذه تنطلق الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء بدون انقطاع بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. والهيئة خصت لهذا الغرض فضاء خاص بقبول الترشحات بإشراف مجلس الهيئة. مواكبة عملية قبول الترشحات من قبل الإعلاميين والصحفيين والمجتمع المدني بطبيعة الحال يكون بعد الإدلاء ببطاقة الاعتماد اللي تكون مسلمتها الهيئة لكل من يريد مواكبة المسار الانتخابي. وملاحظته بطبيعة الحال الذي يريد الترشح من تسلم أنموذج التزكية ولدواعي إجرائية هو الوحيد اللي بإمكانه تقديم هذا الملف شخصيا أو من ينوبه بطبيعة الحال بمقتضى توكيل رسمي. أعلنت وزارة التربية في بلاغ ترفيعها في عدد التلاميذ الموجهين للمدارس الإعدادية النموذجية والمعهد الثانوي النموذجية، وذلك في حدود ما تسمح به طاقة الاستيعاب المبرمجة للمؤسسات التربوية النموذجية على أن يقل المعدل عن 14 من 20. وأكدت حرصها على ضمان مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة التلاميذ المترشحين للالتحاق بالإعداديات والمعهد النموذجية. في خبر آخر، شارفت القائمة النهائية للأساتذة النواب المرشحين للانتداب على جاهزيتها، وسيتم الإعلان عنها بعد غد الثلاثاء 30 من جوليا الجاري. هذا ما أكدته وزيرة التربية سلوى العباسية التي أعلنت أيضا عن استيفاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالمستحقات المالية لهؤلاء النواب ولجميع المتعاقدين بعد متابعة مدققة لكل الجهات. كما أعلنت أيضا عن قرب استكمال عمليات التحيين والتدقيق الخاصة بالمعلمين النواب للأعلان عن قائمة المرشحين للانتداب. بحث لدينا منظومة معلوماتية متكاملة، القائمة أصبحت جاهزة بعد أن فتحنا باب التحيين والاعتراضات ودققنا في كل الملفات سواء من الجانب الإداري أو المالي. فيعلن عن قائمة الألف مبدئيا يوم الثلاثاء 30 من شهر جويلية باعتماد المعايير المتفق في شأنها: الأقدمية في النيابة، طول النيابة، الاختصاص المطلوب للتدريس حسب حاجات المنظومة، وسن الأستاذ المتعاقد. نطمئن المعلمين النواب الذين أيضا عانوا من التشغيل الهش، بادرت الوزارة إلى جمع شتات مدد النيابية التي أنجزها هؤلاء المعلمون لتصبح لدينا أيضا قاعدة بيانات تمتد إلى ما بعد 17 و2000 حتى نرشح من يقع انتدابهم من هؤلاء المعلمين.
هذا وأعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أن نسق التفاوض مع نقابات التعليم لم ينقطع منذ شهر أفريل المنقضي، ولم تبقى إلا جلسات قليلة مع بعض الأسلاك، مؤكدة أنها ملزمة بتطبيق تعهداتها في محاضر الاتفاق، حرصا منها على احترام مبادئ السلم الاجتماعي وإرساء مناخ حواري تفاوضي يجني ثماره منظورها كافة دون تمييز أو حيف. تنطلق بداية من يوم غد وحتى 9 من أوت المقبل قرى التعلمات بمعاهد مهن التربية بسوسة وقرب وصفاقس، وهي أيام دراسية تنتظم لفائدة الإطار البيداغوجي بالمرحلة الابتدائية. وزيرة التربية سلوى العباسية: قرية اللغات في سوسة ستتدبر مسائل تدريس اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وكل اللغات، وستنظر في أفق جامع ألسوني يحد من الإخفاق ويبحث عن حلول جذرية لكفاءات التواصل والقراءة والكتابة ودرس الأدب أيضا. بالنسبة إلى قرية الرياضيات هي الأولى من نوعها، فيها سننظر تيمولوجيا الرياضيات في روح الرياضيات والهدف من تدريسها. سنسعى إلى جعل المتعلم يتعلق بهذه المادة المهمة المفصلية. بالنسبة إلى قرية الإعلامية والتكنولوجيا التي ستنتظم في معهد المهن بصفاقس، منشودنا رقمنا بمعايير جديدة وإعلامية الطفل المتعلم التي تكون في المتناول والتي ترتقي بكفاءته المهارية وتجعله قادرا على بناء مشاريع تعلمه الذاتية. كشف وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي أن البريد التونسي حقق نتيجة محاسبية جد إيجابية وأرباحا صافية قياسية بعنوان سنة 23 و2000 بلغت قيمتها 170 مليون دينار، مضيفا أن الديوان الوطني للبريد أصبح خلال السنوات الثلاث الأخيرة أهم مساند للدولة في المحافظة على التوازنات المالية العمومية، وبلغت مساهمته في القروض الرقمية أكثر من 1000 مليون دينار. شهد البريد التونسي خلال ثلاث سنوات الأخيرة تحسنا هاما على مستوى النشاط، انعكس إيجابيا على مستوى النتائج المالية المسجلة، مما جعل البريد التونسي يعتمد على موارده الذاتية دون دعم مالي من الدولة. يتطور حاليا رقم عمليات البريد التونسي سنويا بمعدل 10%، وذلك بفضل التحسن الملحوظ في العائدات المتأتية من الخدمات الأساسية للبريد، وهي الخدمات المالية والخدمات البريدية التي يوفرها للمواطنين ولكافة المتعاملين مع الديوان الوطني للبريد، حيث حقق البريد التونسي نتيجة محاسبية جد إيجابية مؤخرا وأرباح صافية قياسية بعنوان سنة 2023 قدرت ب 170 مليون دينار. أصبح بهذا الشكل الديوان الوطني للبريد خلال الثلاث سنوات الأخيرة أهم مساند للدولة في المحافظة على توازنات المالية العمومية. بلغت مساهمة الديوان الوطني للبريد في القروض الرقعية المفتوحة من قبل الدولة أكثر من 1000 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى التوظيفات المالية لدى الدولة التي تساهم في دعم المالية العمومية. استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء المجالس المحلية ومجلس النواب، وفرت شركة نقل تونس بداية من صباح اليوم خطوطا شاطئية لمناطق وادي الليل ودندان وبرج العامري نحو شواطئ قلعة الأندلس وحرق الوادي وقرطاج في رحلات تجريبية بمعدل سفرة واحدة ذهابا وإيابا كل يوم أحد، وفق تصريح للمدير الجهوي للنقل شاكر لقليبي. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس عن إطلاق جائزة لينا بن مهني لحرية التعبير في نسختها الخامسة، وحددت آخر أجل لقبول ملف الترشح المتضمن للعمل الصحفي يوم 31 من أكتوبر المقبل. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. ونمر الآن إلى الشأن الفلسطيني. وفي اليوم 96 بعد 200 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 27 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء.
وفي تقريرها الأحصائي اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر في مناطق متفرقة من القطاع، راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا وما يزيد عن 240 جريحا خلال 24 ساعة الماضية. في الأثناء، أعلنت كتائب القسام استهداف قوتين صهيونيتين بقذائف مضادة للأفراد، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، فيما أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون آلية جيش الاحتلال وجنوده المتوغلين جنوب دير البلح. في المقابل، قرر جيش الاحتلال بإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة اليوم في معارك جنوب قطاع غزة. على صعيد دبلوماسي، احتضنت العاصمة الإيطالية روما اليوم اجتماعا بين رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين من الكيان الصهيوني ووسطاء قطريين ومصريين لبحث مقترح إسرائيلي جديد بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين بأن مفاوضات روما توقفت عند قضايا منها الفترة التي ستبقى فيها القوات الإسرائيلية بغزة أثناء الهدنة، مؤكدين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو السبب الرئيسي وراء موقف إسرائيل المتشدد في محادثات روما. من جهته، ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن الاجتماع ناقش وثيقة توضيحية قدمتها إسرائيل بشأن اتفاق الصفقة المقترحة من الجانب الإسرائيلي، وأن المفاوضات ستستمر مع الوسطاء بعد مغادرة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الاجتماع. وفي آخر التطورات، على الجبهة الشمالية، يتواصل التصعيد العسكري بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن حزب الله اليوم استهدافه تمركزا لقوات الاحتلال في مستوطنة شتول الحدودية. في الأثناء، تتصاعد التحذيرات من خطر فتح جبهة حرب جديدة مع لبنان في عقب عملية مجد الشمس في الجولان المحتل أمس، والتي قتل خلالها 12 شخصا وأصيب العشرات. من لبنان، الصحفي والمحلل السياسي علي يحيى. في محاولات التي توجه الاتهام إلى المقاومة اللبنانية، وهي التي نفت بشكل قاطع وأشارت إلى معطيات وأدلة تؤكد أن الصاروخ ناجم عن صاروخ اعتراضي سقط في مجد الشمس. وبانتظار اجتماع الكابينة والنتائج المتمخضة عنه، هناك إمكانية لتوجيه ضربة موضعية ضد جنوب لبنان، لكن على وقع هذه الضربة كيف يمكن أن تتطور الأمور؟ هل سيلجأ حزب الله أو المقاومة اللبنانية إلى رد تماثلي، أم سيذهب إلى توسيع الاشتباك ولربما الذهاب إلى رفع مستوى الاشتباك إلى أعلى درجة، ما قد يؤدي إلى تدحرج الأمور؟ هذا طبعا نتركه إلى الساعة والأيام المقبلة. هكذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. غدا انطلاق قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية 24 و2000 لتتواصل حتى 6 أوت المقبل. وزارة التربية تعلن بعد غد الثلاثاء عن القائمة النهائية للأساتذة النواب المرشحين للانتداب، وتعلن الترفيع في عدد التلاميذ الموجهين للإعداديات والمعاهد النموذجية. البريد التونسي يحقق أرباحا صافية قياسية بعنوان سنة 23 و2000 بقيمة 170 مليون دينار. في غزة، أكثر من 27 شهيدا في مجزرة جديدة نفذها الاحتلال الصهيوني على خيام النازحين في خان يونس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المشهد. إلى اللقاء.